طيب من شويه كده قلت لك النهارده اليوم العالمي لتقدير القطط السوداء، عارف كده لازم نقدر القطط السوداء. ايه بقى اللي بيحصل؟ تعالى اقول لك على شويه معلومات ليها علاقه بالقطط عموما، مش بس بقى يعني بالقطط السوداء، لكن خليني اقول لك ان القطط عندها 32 عضله بتقدر ان هي تتحكم بيها بس في الاذن الخارجيه، الانسان عنده 6 عضلات فقط. كمان علماء الاثار عثروا على 300,000 مومياء متحنطه للقطط في مقبره قديمه تم اكتشافها وكانت بس متخصصه للقطط. كمان لو دايما بقى بتشوف القطط كده وهي ليها شويه حركات معينه ودايما بتحاول تفتكر ان هي بتنظف جسمها او حاجه زي كده بلسانها، الحركه دي مش بس بتعمل كده بس لا، لكن هي بتكتسب من خلال الحركه دي فيتامين سي. دي معلومه مثلا انا شخصيا اول مره اعرفها. كمان القطط بتقدر ان هي تشوف بالليل في الضلمه احسن من الانسان بست مرات على الاقل. كمان القطط الكبيره في السن بقى شويه تلاقيها دايما ان هي بتنولو اكتر، ماشي يعني عادي تنولو اكتر، قطه هتنولو اكيد هتعمل ايه، بس دي بقى النولوه بتاعه القطط بتبقى اكتر شويه علشان بيكون يعني معظمهم بيكون جالهم زي مرض الزهايمر وبتنسى ان هي لسه منولوه من شويه او ان هي عبرت عن الحاجه اللي هي عايزاها طبعا عن طريق النولوه، فالقطط الكبيرة ممكن يكون عندها زهايمر شوية. طيب في بعض القطط كمان يعني نجت من حوادث او نجت من حوادث سقوط من حوالي 32 دور، وده بسبب المرونة اللي بتكون في جسم القطة وبيكون عندها او بيتقال دايما عندها الجملة الشهيرة بتاعت ان القطط بسبع ارواح، او في بقى ثقافات تانية بتقول ان عندها 9 ارواح. احنا مش هنختلف في الموضوع، بس المهم ان هي يعني لما بيبقى في ارتفاع او القطة طبعا من ارتفاع كبير بيبقى عندها بالمرونة بتاعت جسمها تقدر ان هي تتحمل الحوادث السقوط من الارتفاعات الكبيرة. في بلجيكا بقى سنة 1879 تم تدريب القطط علشان تكون ساعي بريد، والتجربة دي فشلت للأسف. الفراعنة كمان كانوا بيحبوا القطط جدا زي ما احنا لسه قايلين ان تم اكتشاف مقبرة مخصصة فقط للقطط، وكمان كانوا بيهتموا بيهم جدا، ولما كانت القطط بتاعتهم بتموت كانوا يعني بيحلقوا الشعر بتاعها يعني ياخد جزء كده من شعر القطة كأنه ذكرى ليها يعني. طيب كمان من شدة حبهم بقى للقطط الفراعنة يعني من شدة حبهم للقطط كانوا بيعاقبوا أي حد يأذي القطط بعقوبات قاسية جدا ممكن توصل للإعدام وقتها. كوريا واليابان في كافيهات مخصصة للقطط لكن مسموح للبشر كمان ان هم يقعدوا فيها، مش هنسيب بقى القطة قاعدة لوحدها جوه يعني مش عاملين كافيه عشان احنا كمان نقعد معاهم احنا عادي. التجربة دي بقى امتدت كمان لبعض البلاد التانية اللي قررت ان هي يعني تخصص اماكن للناس اللي حابة تقعد في كافيه او في اي مكان ويكون مسموح ان هي يكون الحيوان الاليف بتاعها موجود او القطة تكون موجود معاه. طيب في اليابان بقى في الموضوع كبر شوية منهم، عملوا جزيرة مخصصة للقطط بس عشان ايه يعني نقفل بقى الحكاية على طول. طيب في ناس طبعا بتتشائم كتير من القطط السوداء وبيتقال عليها ان هي نحس بقى وحاجات زي كده، لكن في اليابان بيعتبروا ان القطة السوداء دي رمز للحظ الحلو. في بقى في ايطاليا الموضوع مختلف تماما، 13 مليون واحد في ايطاليا، حوالي 13 مليون واحد سابوا الميراث بتاعهم بالكامل للقطط بتاعتهم. اللي عايز ينولو ينولو عادي مفيش مشكله، يعني اعمل نفسك قط عالي مفيش اي ازمه. القطط بتقدر ان هي تميز وتعرف صوت اصحابها اللي بيكونوا طبعا يعني مربيينها وكده بيكون عارفينها بشكل يعني مميز جدا.